قلوب الأحبة هالليلي فهالليلي واذكر المصطفى واذكر المصطفى مصطفى مصطفى حيدر علي حيدر علي حيدر علي أحلى يخافون جماعة حرب فخذ ثاني ما أدري عنهم وين كده هلا إني أشوف الحين هذا بالعكس وايد أحسن شغلت الفي آر يعني شوف بعدين كلهم لازم يجون الإخراج جزاك الله بالخير جواك الله نسوي نسيت ما نسيت اسم المعرض ما تدرنا هلا 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 حبيبي عليك بلا انت تايم الله اخر ويش يا شباب يلا فرق عليه وين وين هني الفرق هذا في لا 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 باقي عندك ساعة الا اتوقع بس الحين يعني والله لا لا
عندي ليها فرصة سنجل الحين خلاص هذا الحين سايد بروجكت ايش اوكي والجيب المورا وجيب الرابع اسمعوا من الجيب دقة واحدة تمام ممتاز حنكم هلا زعيمنا ابو علي عمران تهنئه يلا تهنئه ابو حسن
ألف مبروك ابن العم مصطفى، ومبروك للعم، ومبروك لمصطفى بعد، وألف ألف مبروك إن شاء الله. يلا أبو علي، وش رأيك في المقابلة هذه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج المرء أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. يا مطر اتق الله في النصف الآخر. مبروك مبروك آل مطر، مبروك لعائلة المشور، طبعا عائلتنا يعني ما يحتاج. شكرا أبو علي، شكرا. مصطفى سان ني أمريت كيكون أمريتو غوزايماس. أتمنى لمصطفى زواجا موفقا ومباركا إن شاء الله. ويا بختي من بعد راس وبح في وسطي حجره.